وزارة العمل وكليات التقنية العليا بدبي تقدمان طائرة التفتيش الذكية، بعد ثالث للأدوات الرقمية، وزاوية أخرى للحفاظ على الحقوق العمالية. فيها تتم الرقابة على قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. لسوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج من العمال وأصحاب العمل.